القداس اللي احنا بنصليه النهارده مر بعدة تطورات عبر التاريخ. تعال النهارده احكي لك واقول لك القداس والتغيرات اللي حصلت في القداس عبر التاريخ في اصل الحكايه في حكاوي التاريخ. اهلا بيكم في حلقه جديده من حكاوي إبتية مع صاحب الحكاوي كرولوس كمال. النهاردة الحلقة الرابعة اللي هنكلمكم فيها عن التطورات اللي حصلت في النص الليتورجي. زمان كانوا دايما الأباء الأوائل في القرون الأولى بيصلوا القداس يوم الحد، بعد كده لما جينا في القرن الرابع الميلادي بدأوا يصلوا القداس يوم السبت ويوم الحد. بسبب التجمعات الرهبانية أضافوا يوم السبت في الصلوات بتاعتهم. لما نيجي بقى في عهد البابا كرولوس الأول عمود الدين خصوصا اتصف القرن الخامس الميلادي، هنلاقي ان البابا كرولوس في الأبروشية بتاعته اللي هي المقر البابوي في اسكندرية كانوا بيصلوا قداس كل يوم. طيب ايه اللي حصل في النص الليتورجي؟ هقول لكم عبر العصور حصل فيه تغيير. الجزء الاول هو قداس الموعظين، هو كان ثابت زي ما هو لان هو عبارة عن جزء تعليمي بيعلمه فيه الموعظين. النص الليتورجي مر بعدة مراحل، يعني هنلاقي في القرون الأولى لحد القرن الرابع اللي هي الفترة اللي قبل مجمع نيقيا، نلاقي إن كان الأب الأسقف كان ممكن يرتجل ويطلع يصلي القداس لما يبدأ يقف على المسبح ويصلي يصلي صلاة ارتجالية، لكن حسب الإيمان المستقيم المسلم من القديسين. بعد كده هنلاقي إن في القرن الرابع الميلادي ما بعد نيقيا هنلاقي ان بقى على الاب الاسقف ملتزم بنص الليتورجي مكتوب، لان البابا اثناسيوس هو اول واحد دون وسجل القداس، وبدات الكنيسه بعد كده تعرف النصوص المكتوبه وبدا على الاسقف ان هو يلتزم بالنص اللي مكتوب. وفي الفتره دي امتدت القداسات والنصوص الليتروجيه بالبساطه والعمق، كانت عميقه جدا وبتوضح الايمان المستقيم، وكمان النصوص دي كانت بترد على بعض البدع والهرطقات، وكتر عندنا النصوص الليتروجية في القرن الرابع. فالقرن الرابع يعتبر من أكتر الفترات اللي كتبت فيها نصوص ليتروجية، وكانت كتيرة وغزيرة جدا جدا. ده كمان في القرن الرابع أضاف صلوات أبانا الذي على الصلوات الإفخارستية، وبدأت صلوات أبانا الذي تصلى في القداس. هنيجي معاكم بعد كده من القرن الخامس للقرن السابع اللي هي فترة مجمع خلق دنيا أو بعد خلق دنيا لما الكنيسة انشأت. لما الكنيسة انشأت بدأت يظهر الانشقاق ده في الصلوات الليتروجية، لأن الكنائس بدأت تحط كلمة الطبيعة أو الطبيعتين في الصلوات بتاعتها عشان تميز كل كنيسة عن الكنيسة الأخرى، وإيمان كل كنيسة يبان من خلال الصلوات بتاعتها. هنيجي معاكم بعد كده من القرن السابع للقرن العاشر، وهنلاقي إن الفترة دي النص الليتورجي تأثر بالدير وتأثر بالرهبنة جدا جدا جدا، لأن بدأ القداس ياخد الشكل والطابع الرهباني، وبدأ طقس القداس يكون طويل ويمتاز نسك والعبادة، والقداس بدأ يطول لأنه بدأ ياخد الشكل الرهباني. ده كمان لعب الدور الكبير في أديرة الوجه البحري، لأن أغلب البطاركة اللي طلعوا في الفترة دي كانوا من أديرة وادي النطرون، وتأثروا بالنصوص والصلوات الليتروجية بتاعت وادي النطرون، وبدأت تطبع على القداسات وتقوس القداسات والنظام بتاع القداسات في الفترة دي. خلي بالكم ان اغلب الأديرة كان كل دير لها نظام في الصلاة معين، لا حكيت لكم عنه قبل كده في حلقة عيد الزتونة اللي اتكلمنا فيها عن طقس دورة الشعانين، ان قلت لكم قبل كده ان كان كل دير بيعمل دورة الشعانين بطريقة مختلفة عن الدير التاني بسبب النظام اللي كان موجود. ففعلا في الفترة دي الأديرة كانت لها نظام مختلف في بعض الصلوات بتاعتها، وأديرة الوجه البحري كان لها دور وتأثير كبير في الكنيسة، لأن البطارقة خرجوا من أديرة الوجه البحري فكان لها دور في القداسات. وزي ما قلت لكم الفترة دي كان القداسات بدأت تطول شوية وتاخد الطبع النسكي والطبع الطويل، لحد ما نيجي معاكم للقرن الاتناشر. القرن الاتناشر ظهر عندنا بطرك اسمه البابا غبريال ابن تريك البطرك السبعين، وده لعب دور كبير جدا في النصوص الليتروجية، لأنه هو اقتصر القداسات اللي كانت موجودة في الوقت ده وعددها كان 12 قداس لثلاث قداسات بس، هما القداس الكورولوسي، القداس الغرغوري، القداس الباسيلي، وألزم كل الآباء الكهنة في القطر المصري كله إن هما يلتزموا بالثلاث قداسات بس وما يصلوش بأي قداسات تاني، والتزموا
بيهم. بس كمان البابا غبريال هو اللي حط أول قطامارس في الكنيسة، وكان قطامارس البسخة المقدسة، وهو كمان اللي دخل اللغة العربية في القداس، فساهم بدور كبير جدا وضع وتأسيس الشكل العام للقداسات اللي احنا بنصلي بيها النهاردة. بعد كده بدأت تتم إضافة بعض الصلوات على القداسات دي، وشالوا منها بعض الحاجات لحد ما وقفنا في الشكل اللي احنا شايفينه. قمص عبد المسيح المسعودي البراموسي هو اللي اهتم بجمع الثلاث قداسات في شكل خلاجي كبير ومنسق. الكتاب ده اتطبع غالبا سنة 1902 ميلاديا، ويعتبر من أدق المراجع التقصية للقداسات الثلاثة، هو كتاب أبونا عبد المسيح المسعودي. المرة الجاية هنتكلم معاكم عن لغة القداس، ونبدأ نشوف القداس كانوا بيصلوا بيه ازاي، واتكتب ازاي، وبعدين أصبح لغته ايه، وازاي اللغة العربية دخلت في القداس. وهنبدأ نشوف معاكم بعد كده القداسات الثلاثة، وناخد لمحة عنهم، ونشوف بعض الإضافات اللي دخلت في القداسات ايه. فاستنونا في حلقات جاية من تاريخ الطقوس، في أصل الحكاية، في حكاوي قبطية، مع صاحب الحكاوي كرولوس كمال. وما تنسوش، حابب أعرف رأيكم في حلقات تاريخ الطقوس، فمستني أعرف رأيكم في الكومنتات تحت. وكمان اعملوا لنا اشتراك هنا في القناة، وفعلوا الجرس عشان تتابعوا معانا كل حلقاتنا الجاية. ومع السلامة.